طالبا مايت فرمانا كداعش بسري ازديان دا آنينا لهيفيبون خونا بخابينو بآزادي لشنغالا خدجيان بكن داعش او خونا دوان همو خاباندن وكر خالد راوستاني لچيروكا جياناوان دا زيدا ببن ليلى يا كجوان كچا اتكل نيف دومانو توزا كوميت چكدارين خلافتا اسلامي دا هاتيا برفت سين لبرچاوه دوه هیش خيالو نهامتية داعش خوادكن جسادهي و ساكاريا جيانكا بآزادي بو قوناغين پر زحمت جشنگال بو تلحفر و موسلي و جورجي بو ولات سوريا و رشيا جياني جشارچو وكي رش بو آزاد يكا لقفصا در دسر يادا وقت مشنگال ده براستي حياته ما حياته قاد طبيعي بو ام انسان كايز دي عامة بلنگاز مراسينا تعدلي كي كربون وقت داعش بسر شنگال ده قرتي براستي ما جي بازا مو عائلة خو الويدري حكا وقت ما باز داين عالم مديت جاب خو مديت هكا عالم تاتا كشتن وهنوي وقت دا مديت هناك زارو كبراسي وقت زل خفات لي هناك زارو تخوي لان هناك كتبرشيبون افنابون بخون يعني قالك زحمت ديتن وقالك اش ما مديت يعني مهمة يعني هات نقرتن نبس عائلة متني وقت ام هات نقرتن مقلق من هات نقرتن براسي وكا اسيكا كاتيم دا سيدا اجدا براسي مقلق معانا ديتن وبهزارة اتوقع مقلت وجنيت ما وشبابو اتما ديتن براسي اكا بشتيم خلاص بون ما يعني ما دفيها تشتي معانات اتما ديتي وزحمتا ما ديتين بقهن عالمي شوان بقهن عالمي ابهر بكتابك يعني بكتابة بنفيسن قصة خو يعني سرت نخوشيا ما ديتين بقهن عالمي هناك برسمها قهاندنا عالمي هناك فيلمها قهاندنا عالمي قالك إيش ما تشون الدولة بقين يعني بعالمك من كهك الزانبا كاتب سري ما هاتو ناي تجبير كرن خالد تعلو برای لیلا مزنا نویسرا پشتی هیاما کدریج ترگدانا نویسین چیرو کا خوشکاوی کر دا جا کدی دست بنویسان بکا او نخوشین لیلا لشوین با آزار دا لقلم بدا دا فاک اجمال چی بو از وستی خوشکا ما لیلا 2017 خلاص بو اج باجار رقا هذا مال وقتي هاتي يعني راسي او سال دو سال تشوفون ما هو هزر نقر مروجك از تشكي د من بيسم يعني طاقته منا بو راسي شجاعتنا ما بو خزانه مقلك هذا نقرتن لبشتي ليلى هاتي خلاص بو با ليلى رونشتم مدي ليلى بخوش شجاعتك هيا قصة خوش مرة بيجي وما مل بايك رونشتين مقوم مقوتي مقوزي نبيسم قصر جابا راستا تشتكي قلك بزحمت بو تشتگینه خوش بو خوش کا زلام زلام را او تشت بسری و هاتی بیجه اج اختصاب اج لدانش تعذیب اج برچه اج ترسا افهمو بسر هاتی مگونا نه مشکلی ها اهموش مرگود داعش غیری کشتن و خطف و دمارا مثلا المکری تأثيرك على قالك السر مجتمع ايزدي هاتكرن والسر عائلة ايزدي قالك هاتكرن مثال يجي اس يعني كعائلة من نها شش اش عائلة من القرتينا ده يا بانزا نفر اش عائلة من الاستراليا انا واميدي ام الفيدرينا يعني تأثيرك مثلا جانب النفسي فقالك المكان همواتي تكرن كو عائلة جيك بلابو هر دركة يعني مثلا هناك الفيدرينا
فحتى يعني مثلاً كاس نهات بم قرتنجي بس تأثيره كجلا جامزن المها تكرن كو مثلاً أمشيك دور بكافن وكقولتي أسهرية كي الدولة تجي ببينه. علي خلاص بو يكي جدست داعشية جهات يكا لبوار قرتين از ديادة بشيوكي راست راست هاج لفينين جماريكا قرتياها ولسركار خويب زحمت بردواما بريش السالة ما بعد كن أو قانونيا وكنتي ما بعد كن مثلا موضوعي متعلق بكشكو جنيد يزديات كداعش برين قال لك دفاعيت كن مثلا بجن مثلا كانه داعش ميمت الاسلام حقيقه او داعش اسلام التبقين كشريعه اجبر قتل الحلال او صبي هيش كدنيا تاريخها اسلام ده معروفه انه صبي صبي هاي غنائم حرب بجنيده وكجاريه اف هي مثلا واف وقد بيجي هجومه وانا سر شنقال ننجحي كنجحي بقى مدروس بو خطا هكا نجحي بقى احتماله 10% انها نفلت يبانش مثلا نكاري بانا بشنا جا نكاري بانا بشنا برو سورياش ثاني برينو هجي قلق ندائد انساني مداتين قلق مثلا جماعه مد اوروبا وانك الشباب كجاليا وقتي مخترب قلق جي تخسير ناكن انا وقت تبرعات بقدر الامكان اللي فقدكم يمكن مكتبه بدري هي أو قوتي السيد يا السيد بقوتي يعود للسيد نيجيروان برزاني لكن المشكلة أبونا سيسال دسال زبيجم مبالغ نهاتي نصرف كرن أزب خايد مبقدك دكش ما مبخو معانين مرزقار كرن حتى أنهم مبالغ دوان نواصلين.